اه يا جيجي، شكرا نحاس، شكرا نحاس، حسن حسان، حسان شكرا. جيجي شنو سميتك يا جيجي؟ انتي ابتسام؟ عندي ابتسام. 26 عام، كنبقى وعندي وليد. آه لبنى السريعة. شو منينة حسن؟ شكرا. كذا كذا. يا زو، امتى تزوجتي؟ امتى طلقتي؟ امتى ولدتي؟ تزوجت في 2019، طلقت في 2020. صافي، هي هذه كورونا، هادو ما تديكش كورونا، هادو بسبتهم باش جاتنا كورونا. زيدي تعالي نسألو نتزوج. ولدك شحال في عمرو؟ ولدي عنده دابا 4 سنين ونص، هو اللي كان مجهد التلفازة. هكاك. ايوا الله يخليه لك اختي، الله يا يصلحه ربي لك. امين يا ربي. واخا قولي حبيبي ديالتي، شو المستوى الدراسي ديالك؟ انا باك بلس 5. باك بليس 5. هاد هما الباكات ما كيطولوش، باك بليس 5 ما كيطولوش، كيقراو بزاف. يكونوا قاريين بزاف فيهم الفهمات بزاف. زيدي زيدي زيدي، كيقراو بزاف ما كيطولوش. شوفي شوفي، قال لي واحد السيد عنده 33 سنة كان مشترك معايا، كيقول لي حسن شكرا، كيقول لي اختي سمية قلبية، شي وحدة تكون في نفس المستوى الدراسي ديالي زي الجامعية. شوية ويقول لي شوفي بغيتها بكالوريا، شوية يقول لي شوفي أقل من البكالوريا. كيقراو كيبقاو يفكروا بزاف، كيكونوا انا كنت التطلعات عارفه ديالهم، كثير. شوفي اسمحي لي، كل واحد التطلعات ديالو. دابا فاش كتكوني كتشدي 3000 درهم كتصفي على قياس 3000، كتشدي 4000 كتصفي على قياس اه 4000، صح، كتشدي 10000 كتطلعي لواحد النيفو اخر. اختي اسمحي ليا، اسمحي ليا، بحال كتقراي. انا راه فين خديت لا ليسونس كنت غاده على حساب ديك هذاك الصالير، عارف خديت الماستر، دابا داك الصالير اللي كنشد والله حتى كنحس بيه ما كافيش، معقول؟ واخا قولي يا اختي كنحس بيه ما ابتسام، كافيش. فاش خدامه؟ انا خدامه في ميدان التعليم، أستاذة ولا مراقبة ولا مرافقة؟ استاذه يعني بريفي بيبليك؟ بيبليك الدوله. آه ليسي. أستاذة قطاع العام، مزيانة. لا لا ابتسام، قلتي انتي في كازا 26 سنة، مزيان. انتي محجبة؟ صبرت لا عليك اسمها، غير محجبة. ايه ما كتفكريش فيه؟ الصراحة ما عرفتش. لا حيت قريتي تعيشي مازال ما قريتيش عليه، واقيلا مازال ما وصلتيش ليه، ما قريتش عليه مازال ما وصلتيش ليه، مازال توصلي ليه، مازال توصلي ليه. صافي راسك. ان شاء الله واخا، منين غتزوجي الله باغا تدي يكرمك معاك ان شاء الله. ولدك؟ منين تزوجي باغا تدي معاك ها ولدك؟ باغا تدي معاك ولدك منين تزوجي؟ اه ضروري. اه واخا. ساكنة بوحدك ولا ساكنة مع عائلتك؟ كنت مع الدار. ساكنة مع الدار، مزيان. واخا لله. بالنسبة للتعدد، هل تقبلين التعدد؟ لا 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 تقبل التعدد، واخا يكون لاباس عليه. واخا يكون لاباس عليه. لا واخا. ابتسام، تقبلي تعيشي مع عائلة الراجل ولا بغيتي يسكنك بوحدك؟ انا احسن تكون بوحدي، يعني انا عندي لا بوسيبيليتي ديال، يعني ما يعني نقدر نسكن غير انا وياه. كيفاش عندك بوسيبيليتي؟ كتقولي بوسيبيليتي يعني انت غتسكنيه، يعني انت عندك الدولة. نسكنو. اه عندي لابارتمون، تتوفروا يعني على حاليا سكن غير مكريا لابارتمون. اه مزيان. او ديال التعليم غدقة ما خوتي، غدقة خليني ساكتة. لا دابا انا شريتها وداك الكرا ديالها هو باش نخلص لها دخل. ولكن لا تزوجتي بيه، كيف ما تقولي لي خلص انت الطريقة. وانا بغي يسكن. راه قالوا لي المعلمات كيكونوا تيتحاسبوا، وما تيقتش اختي. لا بغي يسكن، ما تيقتش، دابا غنسيق. اختي ابتسام، الراجل اللي كتقلبي عليه شحال يكون في العمر ديالو؟ يكون فوق 30، يعني في 34 35 حتى 40، ومن الاحسن كاع الا كان ديفورسي وعنده وليدات يكون احسن. هو اكيد ان انتي مطلقه وعندك وليدات، مطلق بابناء. اه وي، بغيت شي واحد يكون مطلق ولا عنده وليدات يكون احسن. تبغي في شي مدينه اخرى ولا ضروري في كازا؟ لا ضروري كازا، انا خدامه، انا في كازا. ما ايوا، عندك كيفاش دير التحاق بالزوج؟ الا درت الالتحاق بالزوج خاصني نديرو في الاول ديال العام، حيت ديجا انا يلاه درت الالتحاق، يلاه ويلا كنت سمعيني سمعيني سمعي، يلا تولفي ذاك الراجل هذا العام، بما وصلت العام جي وديري الالتحاق بالزوج. لا محال محال يقبلوا ليا، حيت انا ما حسيتش. يلاه دخلت الكازا دابا غير واحد العام، دفعت اوراقي ديال ولدي وهذا، يعني الله يهدي القلوب. واضطريت يعني درت لهم انني خاصني ندخل الكازا. واخا لا ما كاين مشكل. هذا الراجل هذا فين، فاش بغيتي يكون خدام وشو المستوى الدراسي ديالو؟ ما عنديش مشكل، يكون غير واحد السيد معقول وقادر انه، يعني قادر انه يصرف على اسره. يصرف على اسره، ولكن دابا انت قلتي لي
ماشي مشكل مصوبه دراسيه، واخا يكون اعدادي ابتدائي كان غير معقول. انا ما عنديش مشكل في النيفو سكولار، ما عنديش مشكل. هي والخدمه ديالتو يعني بغيتي تساوي موظف ولا ربع عمل ولا كيفاش؟ يكون قادر يصرف على الاسره، ما غتعاونيش معاه، انت خدامه. وي بيان سور، يعني غنتعاون معاه، ما عنديش مشكل. انا يعني شوفي، انا كنقلب على حاجه وحده، انا كنقلب غير على المعقول. قولي علاش طلقتي من راجلك في عام وحده؟ راجلي دوزت معاه غير هذا، دوزت معاه غير 3 شهور ديال الزواج، اكتشفت انه واحد السيد البلي، واحد البليات اللي انا ما قدرتش نتعايش معاهم، فطلق. هاك، ولكن حملتي معاه؟ ما كنتش عارفه، كنت صغيره، وراه بنت 2000، وكنت عندي 19 عام ولا 20 عام، مش عارفه. طلقتي في 2000؟ طلقتي في 2000 قلتي ياك؟ 2000، لا طلقت في 2020. 2020 هي يعني عندك حتى المحكمه، حيت المحكمه ما كتطلقكش وانت حامله. اه، ولكن ديك الساعات راه شحال، كيف العمر؟ راه ما عندكش 19 عام، راه عندك 22 عام. 22 عام بحال دابا. انا ديجا يعني عشت مع غير ديك غير 3 شهور من بعد المحكمه ما كتطلقكش حامله، يعني حتى الا طلقتي في 22 راكي مزوجه في 21، مزوجه في 21 بحال هكا. 22 لا، واسمعيني 2019 يعني انت راه عندك 21 سنه فاش مزوجه، ماشي 19 عام حبيبه ديالتي. انا كنصلح ليك، التواريخ تنصلح ليك. حيت انا فيا هاد الفيروس ديال الاصلاح، تعجبني الصلاح فيا هاد الفيروس، كنبغي نتثبت. انتي استاذه ياك؟ اش الماده كتقري انتيا؟ اللونجلي. كتبغي تثبتي معاهم ياكي في الجرامير؟ انا كنبغي نثبت في الجرامير ديالي، انا عندي جرامير هنايا، على ما بالكش الجرامير هذا؟ تدرى جرامير اختي. شي هذا راه ماشي غير جرامير، شي حاجه فوق الجرامير. الله يرحمها، اذا خصني نتبت معاك اخويتي، خصني نتبت ونتبت ونتبت. واخا اجي نقول لك، كاين واحد السيد في الدار البيضاء، وما كاين بزاف في الدار البيضاء صراحه، ماشي غير واحد، كاين بزاف. كاين مطلق بدون ابناء، كاين مطلق بابناء ونعطاهم الله. كاين عندي، من 44 عام لتا، شكرا. سون كات باوس. وشوفي اختي جيجي، دوزي عدي الواتساب ديالي، صيفطي ليا المعلومات ديالك. عرفتي الواتساب ديالي فين كاين؟ عرفتي الواتساب؟ بازون عليكي دابا، دخلي ليه، وقولي انا هي ديك جيجي اللي دزت معاك في اللايف. هذيك صاحب، هذيك اللي كان عندها صداع. لا لا لا، ماشي مشكل الصداع، عجبتيني. غنقول يا جيجي عجبتيني بحاجه وحده، عرفتي شناهي؟ اه، فاش قلتي نتعاون انا والراجل، هذه وحده فاش عجبتيني انايا. ماشي حيتاش خدامه، حيتاش عارفه راسك لا سيتياسيون فاش راكي كاينه، مطلقه وعندك ولد وخاصك اللي يقبل عليك، انت ولدك وباغا تعيشي ولدك، و26 سنه راكي محتاجه للراجل. هذا الشيء انا عجبتيني فيه، كنتي صريحه صراحه. هذا كان الحوار معك زوين، حيت كنتي اي سؤال كتجاوبيني عليه، ما فيكش داك ديال لا وتمن بيع بغيش نقول، لا كنتي واضحه. جاوب اي سؤال، شوفي اي سؤال عندك نجاوبك عليه. انا الشيء اللي عجبني فيك، تهلاي فراسك وسلمي. بوسي يا وليد، بوسي يا وليد، تهلاي فراسك اختي، شكرا.